واش ممكن نكون ناقص والكريبتو ديالي كتدخل ليا الفلوس؟ نظركم واش ممكن اولا لا؟ دير بوز الفيديو وجاوبني لتحت عاد كمل. الجواب هو ايه، وغادي نعرفوا بان الدومين ديال الكريبتو موني اولا البلوك تشين عميق جدا وفيه بزاف ما يدير. خلينا من هادشي اللي كنشوفوا ديال التداول ديال شت العمله وهولدي، كاين شي حوايج اللي كبر من هادشي وصراحه اللي حنا ما عارفينهمش، كيهضروا عليهم ناس بحال مهدي انفاز بحال كريبتوما وما كنديوهاش فيهم بزاف، ولكن هذاك هي البلوك تشين بصح، هذوك هما الكريبتو موني بصح، وتماك فين كاينه الفلوس ديال بصح. دونك خليكم معايا وغادي نفسر لكم هادشي كامل وتعرفوا الفيلم علاش داير. كلنا كنسمعوا بالديفاي، ليكويديتي بروفايدرز، ليكويديتي بولز، كنسمعوا بهاد لي تيرم هادو بهاد لي مو تكنيك وما كنفهموش فعلا شنو كيديروا. كاين الناس اللي تيمشيو تيقلبوا تيحاولوا يفهموا شنو كاين، وكاين الناس اللي تيقول لك انا يكفيني نشط نسري الصوره ديالي، غنسري البيتكوين ديالي وغنبقى مهولدي 20 عام حتى نولي مليونير، اولا غنبقى نتداول في المارشي ندخل نبيع نسري نبيع تندير الفلوس. وين كاين صراحه كاين طرق بزاف، طرق اللي ما فيهمش الريسك بزاف، كي هما هادشي اللي غادي نشوفو اليوم. كلنا كنعرفو بان كاين جوج طرق ديال التعدين، كاينه البروف اوف ورك وكاينه البروف اوف ستيك اللي عاد بانت مع البلوك تشين ديال ايثيريوم. البروف اوف ورك هو اللي كتشوفو مثلا كانوا المعدنين ديال البيتكوين، يعني كيعطيو بحال اللي تيعطيو الاجهزه ديالهم تيكريوهم ولا تيعطيوهم البلوك تشين باش كيحاولوا يحلوا واحد المسائل معقده رياضيه. البروف اوف ستيك جا باش يسهل الطريقه هذه، وشنو كيدير؟ كتحاول تشارك حتى في داك اللي كنسميوه ليكويديتي بولز، يعني مسابح ديال السيوله، باش كتحاول تعاون يدوزوا للترانزاكسيون، يعني كتعاون هذا بغى يشري هذا بغى يبيع، كتخلي السيوله كاينه في الماركت. دابا اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هو ممكن نشاركوا في هاد ليكويديتي بولز ونربحوا الفلوس. منين كتعطي انت الفلوس ديالك وكتحطها بحال كريدي او لا لونز او لا ديبوزيت كيف ما بغيتي سميها ممكن تاخذ دي زانتيري من دوك لي ترانزاكسيون اللي كيدير بحال المايننغ بطريقه اخرى. اوكي، صراحه هذا غير بحث ديالي شخصي على على الدومين، ومازال غنجيب لكم خويا مهدي، راه درت معاه فيديو على الديفاي وعلى الفارمينغ وعلى هادشي كامل، غادي يفسروا لنا بداكشي التكنيك وغتفهموا معايا احسن، ولكن دابا غير تبعوا معايا باش تفهموا ليدي وديك الساعات نحللوها مجموعه. فهاد ليكويديتي بولز هادو كنلقاو واحد لي زوبورتينيتي كبار بزاف، وتعطيونا واحد الاي بي واي اللي كيتسمى انوال بيرسنتج ييلد اي بي واي. هذا تيقول لك لو بورسونتاج اللي ممكن تربح الى بلوكيتي ديك الفلوس عندهم في داك ليكويديتي بولز، وغتبقى تاخذ منهم لي زانتيري. كاينين بزاف كتلقاو عندكم في بزاف لي بلاتفورم بحال باي بيت بحال باينانس، كيقولوا مثلا الايثيريوم بلوكيتيها مثلا مده عام عندك فيها مثلا 8%، يعني مثلا حطيتي 1000 دولار في الاخر العام غتلقى عندك 80 دولار زايده، حطيتي 100 مليون في الاخر العام غتلقى عندك 100 مليون ديال لي زانتيري زايده. هذا هو كيفاش كيصلح الاي بي واي، هذاك هو الربح ديالك اللي كتربحو. اوكي، مي اللي خاصكم تعرفوه هو كاينين بلايص مختصين في هادشي ديال الفارمين او لا ديال ستيكين او اللي بغيتو تسميوه ديال شي ديال ليكويديتي بولز، او لا باللغه العربيه يقدر يفهمها بنادم احسن، توفير السيوله. كاينين دي بلاتفورم اللي مختصين بهادشي، اوكي، وكيعطيو عائد كبير اكثر من داكشي اللي غادي تلقاو في الاكستشانج العاديين اللي كتعرفوهم. غادي نشوفوا بعض من هاد لي بلاتفورم اللي كيديروا هادشي ديال ليكويديتي بولز، واللي ممكن توصل الاي بي واي ديالهم حتى ل 1500% في العام كريتيرن اون انفستمنت. والجميل في الامر هو ما انك ما كدير حتى شي حاجه، كتدخل هي كتستيكي وكتبقى الفلوس خدامه بوحديتها، انت ما كدير حتى شي حاجه، اوليو ما تبقى هذيك الفلوس عندك غير مهولديها في الواليت ديالك، خدمها كتبقى لك، خدمها وكترجع لك الفلوس، وهذا هو شنو كنسميوه باسيف انكم. دونك دابا كلشي كيتسائل شنو هو مثلا هاد البلاتفورم اللي غادي تكون كدير بحال هادشي. لا بلاتفورم سميتها يوبيت، غادي ندوزو ليكرون باش نشوفو داكشي مزيان. على بركه الله، انا قلنا ندوزو نوريكم داكشي لايف. اوكي، نهضروا على البلاتفورم اللي غادي نوريكم فيها غير المثال باش تعرفونا، باش نعرفوا اش كندوي، ماشي غير نجيو نقول لكم ها شنو كندير فين كندير وعلاش، يعني ضروري خصنا نديرو بحث. انا صراحه كنت كنقلب ديما كنقلب على الفارمين ستيكين ود هاي اي بي واي، تطحت على هذا وصراحه عمري سمعت به، لكن شي واحد سمع به يكتب لنا في الكومونتير يقول لي خدمتو كيفاش خدم معاه ايتترا باش نعرفو لافي ديال كلشي ونشوف. دونك يوبيت اكسشانج على حسب ما قلبت ولقيت اكسشانج فريمون كبير بزاف وقديم من 2014 هو كاين، ما عمر لقيت عليه شي مشكل ديال الهاك ولا شي حاجه. اللي فيه زوين افونتاج سيكو ما كيطلبش الكي واي سي، يعني ديك الفيريفيكاسيون ديال الباسبور كارت ناسيونال العباد ما كيطلبهاش، يعني كلشي تيبقى انونيم. هذا بلان زوين صراحه، انا تعجبني شخصيا. بالنسبه للديبوزيت ولي الويدروز، يعني باش دير السحب والايداع، كاين بزاف ديال الطرق، كاين الوايز كاين البيونير، هادو الطرق تيخدموا بهم الناس بزاف في المغرب. دونك كيف قلت لكم تقريبا اكثر من 8 سنين وخدام، دونك قلبت عليه في دي زارتيكل لقيت كلشي هو هذاك نيكي، ممكن نشوفوهم خليهم لكم في صندوق الوصف باش تاكدوا نتوما. ها هو كاين هنايا في هاد بلوكونومي
هادو معروفين هاد اللي سميتو هاد اللعيبات هادو اللي ممكن تقراو عليهم في على ودي لي بروك اللي بغيتو تخدموا فيهم ايتترا. وكاين هاد يوبيت هاد كريبتو بوتاتو سميه هادو كضحك. دونك ها هو كيعطي 100 تقريبا 9 نجوم على سميتو الريتس ديال الخدمه في يوبيت. مي هادشي المهم تشوفوه نتوما في الدار بوحدكم ترونكيل. اوكي دونك حنا اللي تهمنا دابا هو كيفاش حنا نستافدو من هاد ليكويديتي بولز هادو. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه واحد الله انا زوين سي كو ممكن تربح بجوج طرق. ممكن تربح بالاي بي واي ديال الفلوس اللي غتبقى تعطيهم. دونك غنوريكم هنايا هما هادو اي بي واي. هنايا كتمشي ليو فارم هنايا وكدير اي بي واي ممكن تربح من هاد البلان هذا. اوكي اي ممكن شنو كيديروا هما منين كتشارك عندهم كتشارك هما عندهم كيعطيوك كيبداو كيعطيوك بحال كريديت توكن ديالهم اللي هو اليو فارم اولا اليوبيت اولا التوكن ديال اليوبيت. وداك اليوبيت ملي جيت كنقلب عليه تصدمت لان لقيت فيه واحد القيمه هاربه بزاف. المشكله عمري سمعت به فهمتيني اكستشنج قدو قداش وما عمري شفت ما سمعت بالتوكن ديالو ولا به هو اصلا. دونك ممكن تقلبوا عليه قلبت عليه في كوين ماركت كاب سي ام سي تجيو لنا سيرش وديروا يوبيت توكن واصل 2428 دولار تخيل معايا. دونك هنا يسال الاول هنا باش يبان لك كلشي كنبدا هنايا. المهم هادشي اللي عاطين غادي هنا في 1000 دولار تقريبا ووصل حتى ل 3538 وحاليا راه واصل 1400. بالنسبه لك سميتو غتقول لي فين نقدر نلقاوه الا بغينا نشريوه ما يمكنش لان موجود غير في ميتا ماسك اولا واقيلا تلقاه في كنظن غتلقاه في ميتا ماسك ترا سويس ما غاديش يكون. دونك مازال ما مليستي حتى شي اكستشنج يعني النهار اللي غادي تليستا في شي اكستشنج انتظروا البامب بحال اللي درنا في هضرنا على كوكوين بحال هضرنا على جيت ايو بحال البي ان بي ديال باينانس بحال البيت داو ديال باي بيت. دونك انا صراحه تعجبني هادو نشدهم ونهولديهم الا عرفهم تيكبروا. دونك ما غنلقاوش معلومات على ماركت كاب لان كاين غير في ميتا ماسك. اي ممكن تشوفوا هنا الفوليوم شحال كيتريدا هنا مثلا 1.5 مليون هنايا 2.5 مليون هنا 3 مليون دولار يعني الفوليوم اللي كيتريدا كل نهار كبير بزاف. دابا نرجعوا ليوبيت. دونك خلاصه القول هو ممكن منين كتفارمي باي كوين عندك هنايا في يوبيت ممكن تربح اليو فارم توكن او اليوبيت توكن بحال اللي جاز بحال ريكومبونس انك تفارمي عندهم فهمتيني. دابا حاليا راه كاع لي زكشنج كيحاولوا يشجعوا بنادم يفارمي عندهم لي ستيكي عندهم لان فهمتيني راك رابح الفلوس انت رابح الفلوس كلشي باغي يجيب كلشي فهمتيني. دابا غادي نحاولوا نديروا واحد ديمونستراسيون ندير كيفاش ممكن تفارمي وتحط الفلوس في هذا في ليكويديتي بولز. انا ديجا راه كنت جربت غادي نحاول نرجع الدولار ديالي الفلوس ديالي لا هادشي اللي عاد لي ربحت. اوكي هذا هادشي اللي عاد ربحت 83 فروغ. اوكي المهم انا غنعاود نحاول نعاود لكم داكشي من الاول. انايا غادي نخرج الارباح ديالي اللي عاد كنت درت صراحه ما كنتش باغي نديرها مي غير ما كانش بقى لي الكابيتال مي المهم جات الفرصه غنوريها لكم. دونك غندير سواب ها هو قال لي بان تسوابا دونك سوابيت من الفروغ للبي تي سي. دونك غادي يطلع لي الواليت ديالي خاصو يبان هنايا ها هو راه كان زيرو هو طلع يبان هنايا. دونك هنا غندير ريموف ليكويديتي غنحيدها غندير ريموف ماكس اوكي. دونك هنايا غادي تجي مثلا اول حاجه باش تسوابي الفلوس ما هضرناش عليها بلاتي. دونك هنايا عندك بزاف ديال لي بير اللي ممكن تفارمي فيهم. انا اختاريت هاد الفروغ بي تي سي دونك ممكن نتوما تختاروا اي واحد بغيتو. اوكي دونك هانت كيعطي 500% ديال الاي بي واي في العام يعني جيت تقسمها في الشهر كتجي تقريبا واحد 42 43% يعني مثلا غير باش تحاول تفهم حطيتي مثلا 1000 دولار غادي تجيك 40% منها كل شهر هي 400 دولار. اوكي دونك كل ما كثر كل ما كبرتي كل ما غادي تجيك كثر. دونك كندير هنايا كتبرك على هاد فروغ بي تي سي تبرك عليه باش تفارمي. اوكي غدير هنايا خاصك دير يو جيف انا دابا عندي 0.05 اعطيها لهم. اوكي هل حل تقول لك شحال يو جيت 211012 الفروغ. اوكي هنايا البري ديال الفروغ شحال داير سميتو غندير سواب. اوكي غتجي مورا دير اد ليكويديتي. اوكي غدير هنايا اد ماكسيموم صافي داكشي تيمشي لهذا تيمشي ليكويديتي بولز. غادي نرجعوا لليو فارم ديالنا غادي تشوف هنايا غادي تلقى شحال عندي في الليكويديتي ديالي عندي 32 دولار هنا. اوكي ديالي هنايا شحال تقول شحال من فروغ كت ريورد اللي كتفرق ديالي.
وهنايا غادي يبدا يبان لك شحال ربحتي. بحال القبيلات كانت عندنا شي حاجه هنايا في الفروق وكدير جيت ماي دولارز وكترجع لك الفلوس اللي ربحتي انت من داك الفارمين ديالها. اوكي دونك انا حاولت رجعت خرجت داك داكشي اللي كان بقى لي في الفروق باش نزيدو كامل باش تشوفوه. اوكي دونك غادي نحاول ندير كلشي نفس العمليه كتسوابي. اوكي وغنديرو كيبان كتكون هيستوري ديالك داير هنايا. اوكي غادي نمشيو لعاوتاني ليوفار. دونك دابا راني بحال زدت الكابيتال زدت كبرتو دونك غادي تقريبا في كلشي 4000 دولار هي تقريبا 0.10 بيتكوين. فوالا كل ما كبرتي كابيتال كل ما غتربح اكثر. اوكي دونك هنايا غتبقى دوز شويه غتبقى تشوف هنايا غتبقى بانك تتجينيري كتجينيري الاي بي واي ديالك كيجيو كيبداو كيبانو هنايا داكشي اللي كتربح كيبانو هنايا كما شفتو معايا في الاول كتبرك على هادي وكتخرج الارباح ديالك. دونك راه وريتكم كيفاش تحطوا وتخرجوا وديروا اللي بغيتوا. دونك زعما سهله الصراحه البلاتفورم سهله الصراحه كتجربه عندي في يوبيت بالنسبه للفارمينغ او الستيكينغ كيما بغيتوا سميوه سميوه صراحه سهل بزاف. انا كنت عانيت صراحه في باينانس باش نقدر نستيكي ونفهم كومون سا مارش. انا هي فريمون داكشي بسيط وسهل دغيا دغيا كيدا. دونك هادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو هادي كنتمنى نكون فدتكم غير بشويه. انا كنحاول نزيد ميتازي الامور ونزيد نفهم بزاف د الحوايج وغنبارطاجيها معكم. وغنجيب خويا مهدي ان شاء الله في الفيديو الماجيه باش يحاول يفسر لنا اكثر هذا البلان ديال الفارمينغ ويعطينا دي زاسوس اخرين. غادي نخلي لكم كاع اللي ممكن تحتاجوه بالنسبه لهذا البلان اللي ضوينا عليه في صندوق الوصف. دخلوا تما و سولوا على راسهم. راه كنظن بان عندهم شي شات تيليجرام ممكن تسولوهم الا كان عندكم دي كاسيون. هادشي اللي كاين الا كان عندكم اي تساؤل خليوه لي في الكومونتير. وخليوا لي في الكومونتير شحال تقريبا ممكن نربح مثلا نقولوا في شهر ديال الفارمينغ في هذا 4000 دولار هذه. واللي ربح وكان قلع شحال بالضبط غادي تجي من هنا شهر. غادي نديرو مثلا نديرو 17 في الشهر نديرو 17 في الشهر الجاي في شهر جوج اللي يكون عنده واحد المفاجاه من عندي غير حط ليا الوالد ديالو وغادي نتهلا فيه. ديك الساعه نقدر نديرو فيديو اخرى ونوريكم شحال ربحت وداكشي كامل ما كاين حتى شي اشكال. دونك تهلاو في راسكم نتشوفو فيديو جاي ان شاء الله. تشاو.